مساء الخير، رمضان مبارك سعيد على الجميع. اليوم وصفة خفيفة ظريفة، نستلي منزلي أو الحليب المركز المحلى بمكونين اللي هما الحليب والسكر حبيبات. أنا درت هنايا ما يعادل نصف لتر ديال الحليب تقريبا، مع 125 حتى 130 غرام ديال السكر حبيبات. خلطتهم مزيان مع بعضهم وحطيتهم على نار هادئه، وبقيت كنخلط باش يدوب لي السكر في الحليب. من بعد حطيته على نار متوسطه حتى حسيتو داب لي السكر، عاد حطيته على نار متوسطه وبقيت كنحرك حتى غلى كما كتشوفوا. غير كي غلى كنقصو عليه على الاخر، كنحطو على نار هاديه وكنبقاو نجمعوا الجوانب باش ما يتحرقوش، وكنزولوا هاد الرغوه اللي كتطلع الفوق. فيما تلقاوها زولوها، هي ما كتكونش بزاف، يعني كتكون بحال هكا في الاول وشويه في الوسط ديال الطياب ديال هاد الحليب المركز. وكنبقى مره كنحرك. نتوما كتخدموا وكتقادوا داكشي ديالكم اللي تقادوا، وشويه شويه كتبداو تحركوا. غير هو في الاواخر ديال اللي كيبدا يعقد لنا شويه، ضروري خاصنا نوقفوا حداه، نبقى واقفين حداه ونحركوا باش ما يتحرقش، حيت دغيا كيولي كيتحرق وفي الاخر دغيا كيبدا يعقد. كما شفتوا هذه راه المره الثانيه اللي حيدت فيها الرغوه. كنبقى نخلط واللون ديالو كيبدا يتغير، كيبدا يعطي لون اغمق، يعني بحال اصفر، بحال ما عرفش، هو اللون الاغمق ديال الحليب المركز المحلى. حطيت هنا الفاني، كتعطي واحد النسمه زوينه، يعني انا اول مره نجربها في هاد الوصفه معكم. عاده كنديرو بلا فاني، منين جربتها عطاتني نسمه زوينه. الحمد لله ما مشاتليش غير هكاك التجربه. فاش كيولي بحال هكا راه كيبان بحال باقي سائل، ولكن فاش كتحطيه يبرد راه كيعقد بزاف، يعني ما تخليش حتى تحسي به عقد، حتى تحسي به تسكر ولا بحال الكراميل، لا، غير ان فوا يتبدل اللون شويه بحال هكا ويبدا كيغلي ثقيل، ودائما على نار هاديه حيت راه بسرعه كيتحرق. كيبدا تحسي به بحال هكا شويه ثقيل، حيديه، صافي طفي عليه وحيديه خليه يبرد. هنا في هذه المرحله انا طفيت عليه، راه هو باقي كيبان شويه خفيف. في هذه المرحله طفيت عليه، غادي تشوفوا معايا في الاخر كيف عقد بسرعه. باقي كاع ما حطيته في القرعه او في الحاجه اللي بغيت تحطوا فيها. دغيا كيعقد معاكم، دغيا كيولي عاقد. ها هو شفتو كيبرد، شوفوا كيف ولا عاقد، وغادي يعقد اكثر فاش كيبرد. فاش كتحطيه في الثلاجه كيعقد اكثر. هاد الوصفه، هاد الحليب غادي يبقى معاكم لمده شهر في الثلاجه، ولا حطيتوه في المجمده تيبقى حتى 3 موا، حتى 3 شهور، وما كيجمدش، يعني ممكن تحتفظي به، ماشي مشكل. شوفوا كيفاش عقد. كنتمنى يعجبكم الفيديو، وكنتمنى نكون كنت خفيفه على قلوبكم. شكرا بزاف، والى اللقاء.